يركبون سوا تقتل اهتمامك فيما يفعله الحصان فيصبح الحصان شيء ثانوي. هي انا كاتب بالملاحظه طبعا، انا حاطه ملاحظات واستقلام عشان اتذكر وش اقول، يعني في نقاط ابغى اتكلم عنها. لما اطلع الجوال اتكلم على طول، اسجل عندي بالجوال عشان لو بغيت اصور مع الحصان اتكلم فيه. هذا الملاحظه اللي مسجلها طبعا واضحه. قود او ركوب مع خيل اخرى او مع اشخاص اخرين يقودون او مع سيارات الى اخره، لما يكون طلعت كامله اغلب ركوبك مع ناس، مع الوقت يصير تركيزك على الشيء المحيط مو على الحصان. زي يروح مطعم مثلا او مقهى قهوه الى اخره، مو بتركيزي على الاكل او القهوه او شيء بيطلبه، تركيز على المحيط، كراسي، المكيف، الجلسه الى اخره. يصير مع الوقت الاكل او الوجبه شيء ثاني مهم. اذا خلينا نقول ذوقه في الاكل ما راح يكون مقياس حقيقي. غير في الركوب، لما يكون اغلب شغلك مع خيل، ذكرت سابقا ان الصعوبه الحقيقيه في ركوب الخيل مع الخيل والتحكم فيها. تركب مع الخيل وتمشي وراه وهو رافض، تمشي قدامه وهو رافض، تخليه معها وهو مصر يمشي قدامها وراه، هنا انجاز. اما تركب مع الخيل يهذبون سوا، يفتحون سوا، يوقفون سوا، يوجهون سوا، وين الانجاز؟ ركوب الحركه صعب، يحرم يوقف يرفض الى اخره. فالمقياس الحقيقي لما تكون راكب حصان بالحركه وتقاود الحصان لحالك خاصه مكان مفتوح، الاختلاف مع الحصان معك كل طلعه، اغلب الطلعه في اختلافات واضحه، حرنا او كان بدايه الطلعه، لما يجي عنده فرصه في افراس وفحول يبغى يروح عندها وانت ترد عنها، لما يجي في اللي يخاف تبغى ترده، في الرجعه متفلت تبغى ينطلق ومتحمس وانت تبغى ترده، كلها خلاف 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 خلاف. مع الخيل في اختلافات محدوده. لو حس انك معطيه اياها، يعني يبغى يمشي مع الخيل مخليه، يبغى يمشي قدامها مخليه، يبغى يمشي وراها مخليه، ومع الوقت حس الخيل ماشي مع بعض، نحرك سوا، نوقف سوا، نوجه سوا، 70% الى 90% من ممشى الحصان يحدده الخيل اللي حوله. بل لو كان مثلا برا مكان مفتوح تحدى السياره اللي حوله، اركب بر مع سياره. طب الحصان حتى ركبت مع خيل وحاولت ترده والخيل راحت ينجن، اركب بر مع سياره، بر بالفعل خلاص مخيم يعني، ثم خرع السياره يمشي. الحصان يحتر يبغى السياره كانه حصان، هذاك مع الابل، هذاك مع الغنم، ان غريزه البقاء، هذاك مع شخص يمشي جنبك ارجوله. غريزه البقاء ان انا ماشي مع شيء امن، احس باماني معه، اذا راح وخلاني غريزه القطيع او غريزه البقاء تقول لي رايح مع الشيء اللي كان امانك معه. اذا لما اركب كثره مع خيل وركوبي خاطئ وما تحكمت، مع الوقت اللي بيحصل عندك او اللي بتلاحظه انك المحيط بدا يطغى على تركيزك مع الحصان. اختلافات كثيره قاعده تصير والحصان قاعد يرجع لك، مو بنت اللي قاعد توزن الحصان، الخيل اللي حولك او الخيل اللي معك قاعد توزن الحصان لك، فما يتطور ركوبك بالشكل المطلوب. ان كنت تركب مع الخيل باستمرار اجعل الموضوع مو بس ما عاد سهل، اجعله اصعب من الركوب لحالك. ان فعلت الشروط المطلوبه. نعم اركب مع الخيل وبكثره ودائما وكل يوم، بس لما اركب مع الخيل اتحكم فيه. امشي وراها وهو يبغى قدامها، امشي قدامها وهو يبغى وراها، امشي معها وما يبغى يمشي معها. هنا بالفعل جعلت الموضوع اللي سيجعل ركوبك يتطور ببطء، جعل ركوبك يتطور بسرعه. لكن لما اجي اركب الحصان والخيل تمشي الخيل، الموضوع اللي مفترض يكون صعب اصبح سهل. بدل ما يصير الموضوع يطولني بسرعه، طورني ببطء، بدل ما يضبط ركوبي، خرب ركوبي. فاحرص على النقطة هذه، لما تركب الحصان مع الخيل، قلل ركباتك مع الناس ان حصل. ركبت معهم نوع الطلعة، ركب قدامك، بوراك، بيمينك، بيساري الى اخره، وان كان لابد الركوب باستمرار مع خيل او مع سيارات او مع ناس يقودون الى اخره. وضح للحصان اني نعم انا ماشي ممشاهم، بس انا محدد الممشى. نطلع معهم بس نهذب الان، هم يخبون، بنخب الان هم بيهذبون، نفتح الان في مسار، بنمشي مسار انا بيفتحون. نعم طالع معكم، بس اللي بالفعل محدد للحصان المشية انا. هنا تحدي حقيقي، انجاز حقيقي. اما الطلوع مع بعض باستمرار هو الدعم الركوب بالحالك مكان مغلق، مكانك بالحالك مكان مغلق، وين الاختبارات؟ عشان حافظ المطلوب او حافظ اللي بيصير. بالحالك بالفعل الشطاره اطلع مكان مفتوح، بيحرم بطلعه واجد، بيتفلت واجد في الرجعه، هنا الانجاز. كذلك الركوب بالحالك، عفوا الركوب مع الخيل، الركوب مع الخيل طلعه واحده مكان مفتوح مع بعض من الشطاره، الشطاره نتحكم فيها. قدامها يمينها يسارها وراها الى اخره. فركوب الخيل مع جماعه سواء خيل او سيارات او سياك الدبابات الى اخره باستمرار والحصان يمشي ممشاها يقتل فكره ان الاولويه للحصان. والليالي او الظهريات او العصريات او الصبحيات اللي تقضيها مع الحصان بالحالك قود او ركوب خاصه في اماكن مفتوحه هي اللي بالفعل جابت لك الركوب الصغير. وتحاول تتذكر الركبه اللي كنت مسويها بالحالك مع حصان بدوك او مكان مفتوح او جوده الى اخره، وصار حاول ورفض وجرجر وسحب، هي اللي خلاك تركب ركوب صحيح وتجيب كل ما عندك. بينما الركبات اللي مع بعض، نعم استانست، نعم فتحت، ونعم استانست، بس انت عارف المراغ وما قدرت ترد الروغان والخيل مشيته.
تعرف انه راكض من الخيل راكض لو كان معه مركض، تعرف انه خفف من الخيل خفت لو كانت الخيل من معه كان انقطع وتفلت. فوين الاستفاده الحقيقيه؟ اذا نعم صعب اذا طبقت الشروط، وركوب الحصان بالحاله نعم سهل اذا كنت بالحالك مكان مغلق ومكان امن، اما ركوب الحصان بالحالك بدون مساعدات من اصعب الامور، وركوب الحصان مع الخيل ويمشي ممشى الخيل من اسهل الامور.